لو الحكاية فيها إن فيتو هي سعيد أنا وجود في العمل الجاي على حوالي معرض القطاع الدولي للقطار، وفي وجود زمايلي الأعزاء الدكتور طارق الشوقي والدكتور هانا السعيد، وأرحب أيضا بالسفير الجمهوري لبنان أفريقيا ووزير الشرف المقامر الدكتور وليد عبد الناصر والدكتور أمين وست المحافظ وكل ست اللواء وسطى. هي كوكبة من الرؤساء المعاهد المراكز البحثية شرفتنا النهارده، هو بيدل على رعاية الدولة للمتاجرين والمحترفين من الشباب. الشباب لأن احنا موجودين معانا النهارده ألسنة من المدارس، المدارس المتفوقين، من الوزارات المختلفة، من الجامعات، من المعاهد والمراكز البحثية، من الأفراد، من المجتمع. يعني إذا هذا المعرض بيحتضن كل الكافة لم يجد في نفسه الاقتدار أو عنده فكرة يقدر إن هو يقدمها. 600 عرض من أكثر من 2000-3000 متقدم عشان نحصل على هذا المكان النهارده.